مشروع سيضمن الراحة النفسية والاطمئنان على مستقبلنا، هكذا كانت إجابة أغلب بائعي اللحوم الحمراء الذين صادفناهم خلال إنجاز هذا الروبورتاج، ارتياح واستبشار بمشروع توسيع برامج الحماية الاجتماعية التي ستشمل العاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية. هذا الشيء تفرح، هذا الشيء مزيان، يعني بزاف ديال الحرفيين سيقطعوا عندنا حنا في هذه الحرفه ديال الجزاره. كاين الانسان اللي تيخدم 30 عام 40 عام في الاخر تيديروا ليه النهار تيمرض او تيوقع عنده شي مشكل حتى نضطروا باش نجمعوا ليه حنا، يعني تنديروا واحد كما تيقولوا الجزاره ديالنا تنديروا القفه باش نجمعوا له. والحمد لله هذا الشيء تيبشر بالخير وهذا الشيء فرحنا ليه الحمد لله، على هذا الشيء يعني المهنيين كاملين الحمد لله فرحوا بهذا الحمايه الاجتماعيه، وتنشكروا سيدنا على هذا الالتفاته اللي التفت فيها الحرفيين. بالنسبه للحمايه الاجتماعيه اللي طلق سيدنا، هذه المبادره ان شاء الله اللي طلق سيدنا جات في الوقت المناسب ديالها، مزيانه للفئات جميعا، الشباب، الناس المهنيين، كل شيء. انا الناس ما كانش بغا يدخلوني، كنت بغيت ندخل وقال لك لا يمكنكش تدخل، قال لك سبا عندك انت مول المحل ممكن تدخل الخدام ديالك وانت ما يمكنلكش تدخل، وعييت مع هذا وقالوا لي لا. ودابا؟ لا دابا مزيان، دابا التغطيه الصحيه غتكون مزيانه بالنسبه لكل شيء، داروها مزيانه كاع بزاف. قطاع كان العاملون فيه كالعديد من القطاعات غير المهيكله يشتغلون ليضمنوا معيش اليوم فقط، العديد منهم عانوا من عدم القدره على توفير مصاريف علاجهم او علاج افراد اسرهم في حال المرض. نفس الشيء بالنسبه للتقاعد، الكثير منهم كان يشتغل لسنوات طوال لكنه في حال التقدم في السن يجد نفسه عرضه للبطاله او عاله على الغير. بالنسبه للعمال ديالنا حنا مديكلاني بهم كاملين فلاسينيسيس، هذه مسألة مزينة للجميع، مزينة للمستخدم والمشغل ديالو بأن كل واحد كيكون عارف الحق اللي عليه. بالنسبة للتغطية الصحية هذا الشيء مهم لينا بزاف بزاف، كيف ما تنشوفوا الحرفيين معرضين للخطر أكثر من القياس، دونك حنا مع هذه البادرة هذه وحنا معها 100%. باش يضمنوا التقاعد ديالهم والحمايه ديالهم لا من المرض لا من لي كونجي ديالهم تيكونوا في الوقت. حمايه اجتماعيه نفسيه، حمايه من مخاطر العمل، وحمايه المستقبل تنطلق من الحاضر. بائعو اللحوم الحمراء او الجزارون سيتنفسون الصعداء بفضل مشروع الحمايه الاجتماعيه.